عايز اقول لكم النادي الاهلي النهارده وليد سليمان واخد كلمه خفيفه جدا ما تقلقوش عليه، ان شاء الله باذن الله يلعب مباراه العوده مع مباراه الذهاب في مع الترجي، وهيسافروا ان شاء الله بعد بكره. النهارده عملوا مسحه استعدادا للسفر، النتيجه بتظهر بكره، بكره اجازه باذن الله. كانت كدمه خفيفه، ما منزلش التدريب النهارده، اتمرن في الجيم برده كان في كدمه خفيفه الكابتن صلاح محسن، واصبح جاهزا للعب المباراه وخوض التدريبات. وكدمه ايضا كانت في الكاحل في مباراه السوبر لطاهر محمد طاهر، وكان غايب في الفتره اللي فاتت، فبالتالي ايضا صلاح محسن وطاهر محمد طاهر جاهزان للعب مباراه الترجي، وكابتن وليد سليمان ايضا جاهز للثلاثه، ينزلوا التدريب الاساسي اللي هيتعمل يوم الثلاثاء الصبح قبل التوجه الى المطار، او ظهرا قبل التوجه الى المطار والسفر الى تونس الشقيق. مسحه كورونا خلاص اتعملت، النادي الاهلي جاهز وزي الفل وكله تمام. هناك لاعب في النادي الاهلي وصل له عرض من ناسونال ماديرا، ناسونال ماديرا البرتغالي من فريق الشباب مواليد 99، هو كابتن مصطفى فوزي، والاهلي رحب بالاعاره لمده موسم، والنادي الاهلي قال لك مش عاوز فلوس، يعني اللعيب يتراضى وانا مش عاوز فلوس، المهم ان هو يروح ياخد خبرات ويجي، او بعد سنه ممكن نتكلم في الفلوس. ده بالنسبة لأخبار القلعة الحمراء. ننتقل إلى أخبار نادي الزمالك العريق. في خبر بس أنا مش مقتنع بيه برضو، دودو ده بتاع الدحيل، قال لك ممكن يجي للأهلي بأربعة مليون دولار، رقم برضو، وكان رايح الدحيل بسبعة مليون دولار لنادي بالميراس، قال لك واللاعب ممكن ينزل فلوسه من 5 مليون دولار ل 2.5، قلت لهم كتير برضه. قالوا عموما اللاعب معروض على النادي الاهلي، ولو كده اللي هيخلص الصفقه دي هيبقى ياسين منصور. قلت لهم هل ده لو جه قلب الدنيا؟ لا تقول لي سيرينيو، ولا تقول لي احمد سيد زيزو، ولا تقول لي اي حد. دودو ده لو جه يفرق جامد جدا جدا جدا، ويحدث الفارق في لاعبي النادي الاهلي. وما زال مطروح على النادي الاهلي، النادي الاهلي ما ردش في الموضوع ده، وما بيقفلش الباب برضه وفقا للمعلومات اللي عندي. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. نعلى باللايكات يا رجال، اللي مش ضرب اللايك يا بلال يا جبريل اضرب اللايك، اضرب اللايك، مفيش وليد ازار، مفيش وليد ازار. اسمع كلام اللي يقول لك وليد ازار، قول له لا مفيش وليد ازار، نضرب اللايك. تريزيجيه كان منور التيتش النهارده، طبعا منور التيتش ابننا وحبيبنا. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. ايوه ايوه، نعلى بقى، نعلى بقى ونقفل الرقم، نخليه رقم صحيح باذن الله. عددنا كبير اهو، بسم الله ما شاء الله، اللي معانا اللي موجود على اللايف يضرب اللايك، ده بيخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، واداره اليوتيوب ترشحه للناس للمشاهده، وده شيء كويس. عمر بيقول لي ما اعرفش مين هيرجع يا ابني. في قول شهير لنظيم شعراوي في مسلسل طيور الظلام، قال له اللي بيقع في البلد دي ملوش قومه، فما تقوليش بقى فلان راجع وفلان مش راجع والكلام ده، خلاص يا ابني الستاره نزلت، اضرب اللايك اضرب اللايك اضرب اللايك، وما فيش ازاره والزمالك. هقول لك انا جاي لك في اخبار الزمالك، بس نضرب اللايك. ايوه، لايك وشير وصلي على الزين، وادع لنفسك والوالدين والغير. مبدئيا محمود حمدي الونس لاعب مهم ولاعب مؤثر في نادي الزمالك، بس عاوز اقول بس لجمهور نادي الزمالك العظيم، انا لسه بقول اليو ديانجي ماشي، فلما اقول لك معلومه ما تقوليش بقى والله لا وبتهد في الزمالك والكلام الخايب اللي بيردده بعض الناس يعني، او بعض اللجان يعني. محمود حمدي الونس يتواصل مع المسؤولين في نادي النصر السعودي، وخاصه كابتن حسين عبد الغني مشرف على الكوره، وبيتواصلوا زوم وبيتفاوضوا زوم. واكد كابتن حسين عبد الغني للاعب انه ان النادي رصد ما يقارب 7 مليون دولار لانهاء الصفقه،